هادشي اللي خرجوك شنو راه ديجا مجلس الدم راه في الاول كان عندنا الميثاق في واحد 60% ديال الامور رائعه لم تترجى المجلس خرج تقرير ودي ديسيزيون لم تترجى لا باش نجيبو شي حاجه من على برا حنا كاين دابا الان كل كيعلن الا اللي كيخاف من الاصوات ديال الانتخابات كنقول بان عندنا مشكل سميتو اللغه ناخذو قرار شجاع ونقولوا بان القرار اللي درنا في 83 خاطئ القرار اللي درنا في 83 خاطئ نمشيو للمناهج المناهج باش كيقراو ولادنا واش قرينا حنايا مناهج ما كتنتجش معرفه واش واحد كيقرا احمد العفريت نصفي احمد العفريت ينتج معرفه